يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته. أي مثلا أنا سعيد السنة اليوم العشرية الأخيرة للشهر من رمضان الكريم. الخيار ذي الشهور أسواس أسواس، والخيار السنة أسواس. الشهر رمضان أي مثلا الشهر الحميسي دارنا، الشهر القرآن الكريم، الشهر البركة، الشهر التوبة، الشهر المغفرة، الشهر الغفران الذنوب، الغفران الشهر إيه قاعد تغسل ربنا بعيد الإسلام. أي مثل الشهر رمضان الشهر الحميسي لرب الخالق سبحانه وتعالى، اتحمين في محمد صلى الله عليه وسلم، اتحمين المؤمن المرام. أي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة ينسل في الأسنى رضي الله عنه غد يوض الشهر من رمضان أسنين أتاكم رمضان الشهر المبارك. مثلا يقول ابن الشهر من رمضان بالشهر المبارك أسنى بشيس كميرة الرسول صلى الله عليه وسلم أسنقر إذبس إثبت بولا الجنة إذبس إذي قفلت في بولا الجهنم وثلي وثليلة إذبس نقر الليلة والقدر خير ولا في الشهر باش يعني أنظر لقينا إكسان إيد مثل الشهر من رمضان غسل يرمي إكسان إكسان الرسول صلى الله عليه وسلم إكسان غير مؤمنين. إذن الشهر من رمضان سيد رب الخالق سبحانه وتعالى آثي إتمنى سنون لحم قرحان ذي القرآن الكريم القرآن هو ليس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قرب الشهر الشهر رمضان الشهر يتمنزل القرآن الكريم الشهر يتمنزل أمسلي هو رب العالمين الشهر أي مثل إيه لقد يستوقف العبد ذي القرآن القرآن الكريم ذا الشريان إستجعال سيد رب سبحانه وتعالى الصيدة الشهر من رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجد القرآن الكريم ذا مسلين سيد رب وجد السفن العباد ذي الطيب غرفت وجد السفن العباد ذي الطيخ غرفت وجد السفن العباد ذي الجهل السفن ذي الغرفت إقاب سيد رب والإسلام فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إن دوينار الديف بالحية الشهر من رمضان يفتد إعاش إعاش رمضان إن يفتد يتسمى بالحية إلا يفتد إذا يكون بالغ يتسمى يكون حد قديس يتسمى هذا كان الذي يصوم وإلى العاقل وإلى الصحيح للبسام وإلى مسعى فلله إن أقول إيه الله المقيم وإلا هذا المساكر إلا بالحدث من ثلاثة اليوم كما يتمثل معناه ذا كيف كيف سيد رب الخالق سبحانه وتعالى الأمر في اليوم الشهر الرمضان فضله دفرت في لما من الدنيا إلا هذا المصر فمن شهد منكم الشهر في يصوم واستثنى ذلك سنف غروف إلا إبستنى إلا بريل العبد يعني بريل العبد يعني إلا غير المساكر ويجنين أنقضون الصيام السنة ملك فك رمضان ومرين من العبيس عام الماضي المسلم غير مقر لماضي بروليك جبس أدد تزدقر يستطر المساكين اسم حسد الله جميع سبحانه وتعالى الكلمة من يقار سيد رب الوليس فمن شهد منكم الشهر فليصوم إلى قد ناقب لمس سر القرحان الزخم بوياهم من دينك فليصوم على خطر الخير ذو الأمر بالنسي يرجع الأمر بالخالق يفكت الدين مخلوق الكلمة إلى عيوليس إيمد فمن شهد منكم الشهر فليصوم إيمد يبقى هذا صوصهم هذا صوصهم ولكن زل مسلمين السر لم دخلس سنة الأسئلة إذا كان زرتم زرور بشي من قرم السيام هذه السنة يغنى شيء من يغفيد الكام سيد رب شيء من يغفيد الكام إذا رب الخالق سبحانه وتعالى الذي يفقد فرض الصيام لك بشرة النظوم أكن يفغاني لك هذا الزر بشر ذا شيء من قرم الصيام الصيام ذا الإنسان التعريف بفقه للصيام بريء للعبد يحبس كلمة الأقتصاد والشهوة الفرض ذا الشكل المفطرة من العبد الصائم إلى قد سنة أخر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما يتمثل وجنم التفسير الفقهي للصيام ولكن من المقل يغنيهم
شرك يعني انتحار لسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى المكدم ابتسي ذي الصباح حجم ذي قلال العشاء والويل إلا ذي حياه اللي حرمافي ذي لا تحدي تسكن ذي إنك أبلاده اللي حرمافي ذي كمان صار بني سيد ربي يفغان أذى ربي يفغان أذى ذي سكن السفن العين الهلوي يفغان سواء والوقت صار في حاجة بني سيد ربي يفغان استعلم الصبر أم صبر غفيني إلا ذي الحلال باش نتسقر ذلك الحرام إلا قال عقلية كيف فنزولت زولمي سيدة ربي الخالق هذا الكسر سنة النقطة دي ازدغيين فنزولتها سيدة ربي استعلم الصبر أن صبر فيني لند الحلال باش أين لند الحرام من صبر مستحيل أن صبر فيني يحلم فين بيسان دي حقيقي بعد صبر رضا وين الحرام سيدة ربي ويا بكرم في السنة يضلي سيدة ربي هذا السيد تقنات داخل الدين تقنات داخل الإسلام شخصيا ما لما قيل نفطر ديون الوقت ما نتصور ديون الوقت ونفطر ديون الوقت ونشحن جود ديون الوقت ونأصر كا ديون الوقت ونسجد ديون الوقت ونشحن جود ديون الوقت باش أنظر بني سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى في كيف الإسلام باش أغياد ذا باش لم ينفع باش لم يحمي باش أنا باش أندكي أنو غير ذا مثل أخطر سيدينا إنما المؤمنون أخوة إذن تجد ديون الصفة يصير يلوم سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى ذا غصية ماذا قال لي يس يس أزال دويا إلى يوم الأمريكاني يتمقى ذي الحرم المكي من الطوف ذي الكعبة يتمقى ذي مليون الغشرة الزلمة بعد إسسا أجز أمريكا ليجا بجوز زينا إنس سبحان الله إنس معناه وين دور من يقول ده أشتي المرة خمس بقرة أبقى لما سنة الظلم إنس مستحيل ولا من أقوى سينا ذي مليون لقد سوحت ثلاث شوية بجد بجد قاعد لما سنة الظلم أنت قد ينسى دينا إنس ساعتية تقيت خزر الله فينا تظلم جو إقمشان نسي اللي ذكي ولا كل يوم خمس فلسين كل يوم أبطى في المس إنسي الدوكي المرة إذا الشيخ ما وقع بعد مظالم الشهر الذي نحن نحن فضل الإسلام يتوحيد الصفوف يتسمى يوم الصفر هي ذات مثل إنما المؤمنون أن يفعل كما يتمثل ولكن ما لما قال السيان ذا شوف ماشي كان دير مثلا أو تسيسي في فرد حرم سيد ربي سؤال فرد حرم سيد ربي سبحانه وتعالى من الأحلال والشيء من لدى الشيء نص الصفر هي بقى يستعلم سيد ربي باش يسقل بلاد الحرام ولكن السيان ماشي كان في المثلا أو تسيسي في جبنة إيفنا أهل جوارح للنادي ما لما قال المثلا أو تسيسي في ذا السيان ذا رمضان أدنى مراتب الصيام لبان نيفو من الصيام ذا المثلا أو تسيسي إذا ذا شو ما نشتاقين أشتاقين إيفنا في الجوارح إلى قد زمن جوارحنا قد زمن والدي قد زمن نفسي قد زمن ضرني قد زمن أول أني قد زمن يدسي خاصة نسي فطر ذي نسي يتسوي لي بيان إلعب إلى قد نسان نسي قزالي واشتري في نسي مثل سيدنا عيسى عليه السلام بس إني نظرت لرحمن صوما فلن أكلم اليوم الإنسية وصام وصم يا غير الهدر بسير بسن العلماء ما فلس يا رضا من الصيام من الجوارح باش نظر لي الصيام باش ندير مثلا مختصي ولكن الصيام من الجوارح يقضي الزمن مرة الجوارح من الكامل باش يعني اي خطر ماذا قلنا نقرع اثن في منه وتصور منه وتشفر لنا ومريد الجوارح من الكامل اذن حشيني اذن هل رياضة من اثمات المختصي اذن حشا تجي مزرين حشا المحيب بمريد كم يبقى اذن الصيام الصيام من الجوارح سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يقضي فرضا الصيام اذا كان صار شيء مثلا فرضا إذا قلنا عقلك في شباب الدفاق نلد الشيء مع نساء الصيام ماشي لما كان عقل سيسيك ولكن الصيام الجوارح ولكن الشيء ما يفضي فرص سيدي الصيام يمن ماشي إذا حرمك هذا ما حرم سيدي ربي سبحانه وتعالى ذي الخيرات إلى ذلك يحميهم من العباد يس الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد إن الله أرحم على عبده من المرأة على ولدها سيد ربي سعى رحمنا في عبدس أكثر ولا تسعف في المس غفل جنس إذن فشو في رضي فرض فشو في رضي فرض الصيام المدن أغدي سنة جواب ذي الآية من سورة البقرة آية الصيام يقال سيد ربي وويس عزيز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن ذي يقال يؤمنون أي يقال يكتون العهد سيد ربي وذي محمد صلى الله عليه وسلم يكشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله أي قد يحمي خطر وين يمن السويس يحمي سيد ربي إذن وين يحبك حمي سيد ربي إن تذكر الله يذكركم ماذا قد عن حمي سيد ربي سيد ربي ماذا يحمي إذن هذا يقال أي قد يحملنا أي قد يحمي أي قد يحمي أنشتقين أسلوب الإناس السويين معناه ماشي أين تفضل في الأول مرة هنا يسد المنفعل أين يسد مرة أقضين الخير لو والدليل وانشتقين هذه قال سيد ربي نويت يسد الآية بعد ذلك وأن تصوموا خير لكم إن كنتم مؤمنين.
ملك نتصل من الخير الذي يستوي الفوائد يلد السيام نشيد له في زمان العبد هذا سبيحات العلم غصيب والعلم رد له ولكن يجب أن اليوم باش أدي يزي مرانا الفوائد للسيام ويقال سيد رب الخلق سبحانه وتعالى سيد رب الخلق يقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يفغيو سيد رب اليسر ماشي كاع سلامين إذا ما نكون ما سنين سيد رب الدقيق أنا عجوز يخلق عبد يفد عيني الهانس اللي سمع وطاعة مختار اليسر خاطر سيدي سات اليسر سات كلش نسيق الهدم تكسر السولين نسيق إكس مدد هذه اليوم يهيك نسيق زمان إن الشاب في نسيق إكس حلايب نسيق إذا تسكى نسيق إكس إذن إنسان ما عنده غير ديني السمعة وطاعة نسيق ربنا ذي دغلق سبحانه وتعالى أنت غير مثل يقال يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ذين الهني ونفغى ماشي ذين الهني إذن أشمال دي تسيق ربي السيامة دي تكميل دي قال يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم معناه يتوفر ضد في لون الصيام يتوفر في لون رمضان أما كنت يتوفر ضد في الأمم قاعدة أقبل والكل ولكن راسي فرضت في الأسر ولكن السيامة ماشي كيف كيف سيدنا داود يتوزم يبس في طريق بس سيدنا موسى عليه السلام يوزم 40 بسان جبل طور يوزم 30 بسان يعني يزد 10 النافلة 40 بسان من كل الأمة تصوم حشر بقلب ولكن الأمة الإسلامية يعني الأمة اللي في محمد صلى الله عليه وسلم يفكيز الشهر بشر النصوم على خطر كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر من المبين أمة في محمد صلى الله عليه وسلم بالخيار بالأمم ويفكد الصيام يفكد 6 شهر ودينا رأس 10 يوم 15 يوم 10 يوم ولكن الشهر يفكيسر بشهرة يفكيسر بذنب يفكيسر بمزال وكانت بويلرز طول العبد العاقل اللي يعيش تمسك سويس ما يسمى قيد الشهر يحفظ إذا تصدق كان الشهر 30 بوسان معناه أدس كمية لا يجد أدقا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معناه باش تصور بين باش تصور من المتقين ومن لم من المتقين يحب يقصي دربي وسيد ربينا إذا شاء الله يتخار يتسجل المتقين ديجي والآخرة عند ربك للمتقين إذا عشان نفسد ربي الصيام سيد ربي الكاتب باش نغير من المتقين باش تصور بين باش تصور الصفات الهان باش تدير الخاضي 30 بوسان كان المعلومه الصفات الدينيه نغلق الصفات ديالها والدين مرات فيها كما في ديسمبر اي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قد يبعث سيد ربي سبحانه وتعالى النعمه في جبل أمشي دينا إن إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إلى دفاع في سيد ربي بشر ربي ربما يلومس داود السكة دينا ماشي كراكوي إنما يغدي ويب ذلك مليار دولي يغدي ويب ولكن يبيع تصرف يعني وين يسعى تصرف يعني وسعر داشي سروح وين سعر تصرف يعني وقل سعر داشي سعر ولو كان دي ملك الدولي مرانا بجيب إذن يقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومن المقل لديننا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون المعنى التقوى ذا التقوى ذا الوقاية الوقاية أن تجعل بينك وبين غضب الله حجاب بين كل ما حرمه الله إلا أسخر من الحجاب إذا لم دوينك حرم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ما ينفكش من غير نسيم وتصبر ضرر ما ينفكش من غير نسيم وتصبر وتسيد الضرر وتخدع ضرر وتكبر وتسخن ضرر الملائكة وتسخن ضرر المهنينك وتخدم ضرر الشر لوالدينك وتلقى ضرر جيرانك وتخدم ضرر الشر من السن والنسيم ضرر نسيم أكل خطر نسيم في كيس ضربي نعمة الإسلام والإسلام اللي كان في ديتا ما نقل تظهر في الشعائر الدين في كاس دوري الإسلام إلا في دفع خمسة الشهادة لا إله إلا الله رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت من استطاع إلى سبيل ولكن ما نقل الشعائر الدين دي شعر في التمر التمر مشان خدمي خير مشان صوم فصل في عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين وكدينا رسول صلى الله عليه وسلم ولكن تصلي في القاس إلى مفلس إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فصل فين من جرت سجر الزكاة فين من جرت سجر الحج فين من جرت سجر والصوم فين من جرت سجر ولكن من قرص الشعائر الدين فين من جرت أثنى أثنى الوثيم وانا قد سيد اثناء قد وشو اثناء قد العبادات لقد واقم الصلاه لذكر لقد فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله اذا اثناء قد سيد ربي وشو اثناء قد العبادات قد انسى وسنس كيف سنس القاسم
ملك الانبوعي 7 مليار العيد البلدوسنس جيدة ملك للعوصل من الرمسة لجاس السمسة. إذن من عمل صالح الفريلسية ومن أساعة فعالية أي يدخل من كل ديسي في كبلد. ولكن من الناس يقول بنا هنا قد العيدانيز خذر كل الدين يقاوش فيه صلى الله عليه وسلم إن الدمان لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. ممكن تنهارات صالح دي كفين الدين يفتغف نسيك على طوق الظل إلى غد أنا كثم نغل نخدع نغل الربا نغل خيانة نغل سوف الفضلة نغل وين يبغون يلي من بعد قد قرعة صالح دي أعطي فصالح دي قوم تبغي كان يلي يرضى بالميزان الميزان الدين أعرف السنة باش نظرنا بتبغينا غير. إذن دينا سيشوف الشجرة الدبرة وكذلك الصيام الصلاة مرة كثير زكاة ملكنا كنا بهذا الحالة الدريبة هذا اللي ثم ظن هذا الخدم غصب ملكنا تعذب النساء وكيقب يا ربي زكاة الحج ملكنا فرح السيد لما الحرام وذي يشتكوا كيقب يا ربي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب من الحج بمال الحرام ووضع رجله على الركب وقال لبيك اللهم لبيك يقال له لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك. مريم ربنا ممكن انك حميش لربنا الروح المقدس الذي صار استنى اسير بيك اللهم بيك سيدي او ارضى من بيك سيدي وكل حوجه له وكل حوجه له وكيه اين شد روح الريحان باش تدير من الحي سيدي تحلى باش انصر ان شيء ان شيء شد الريحية غادي قرب وغادي من هو الواحد ثم هو يقرر ان احشد فارغ فرد الدنيا وين يبغى ندير له ورقه في وعر الاشياء اللي ندير واش ماشي سايس وين ما كاش ندير في مزور شي في مزور ولكن ما ندير وين صار ما نمشي تبدي لك هذا يروح بسنس كبير يروح بسنس دوك نتاعي كبير شحال عباد فوق هذا السلام سيد شحال عباد وذي بقول له فينا من لا ندخل الحاجه مسكه في الصوره اذا الانسان يعطيك وكذلك الصيام الصيام يمكن يحفظ باش هذا ربي باش هذا ربي ارضي الشفاء ديال سيتات ميم اغي مي تصرجان اغي مي لشو التقوى اسمك التقوى الحمية بارك يا ربي بدي الانسان الشفاك التقوى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الصيام الذي لم يذكر الزرم الذي في كرك بالعباد سيدا ربي يا ربي ما يلي لن كركيت يقطع عن عقلي ملك الذي يكون الذي يبيان كر الرجل حتى سيدا ربي نتجمع سيدا ربي نتسمي سيدا ربي نتس اصلحوا بين الشوصل واصلحوا ذات بينكم ان اخدم اي فرد من المرض المؤمنين ولكن الذي يدل على ان ضد فرق عليه فرق وقد يرد الجاهل الذي يرد الجاهل وقد يقارن من وقد يقارن من بعد ادى الدين الشخص يوروبا بالظن اي جعل فصل في ستة عدين يوقف مستحيل ولا هذا مستحيل خطر سيدي ربي سبحانه وتعالى ان اشتبوك ديك اماكن النقبه ولا هذا الشيء اللي يبيون المسلم الوذي المسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا قيصر القدر الجميع سلمان الفارسي اللي يروح عند المرثنا اذ مرث الفرس اذ مرث الفرس اللي يروح للفارس اللي مرثنا للاسيا يقال سلمان منا اهل البيت. خاطر يشد المسلم يغيبه ما سلمان منا ولكن ابو لهب قد عميش ما سبب بس داش تزرع ابو لهب اذا يقال سيصلى نار ذات لهب هذيك شد جهنم من غير الرجل. اذا ديننا الشلال يلون وين يفرق له يا وين يفرق وين الشلالين الشلالين سيدي ربي. يقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. وين جرى القبح في قميص ودبشو الادش مازال يشوف لك في الخوف اين القبح مره غادي يشوف هذيك القميص كامل سيدي ربي مش مقير هذاك اللي يقال بلا بلا كان بلا سيدي القاضي يعطيني سيدي ربي اكل داخل كامل إذا الرحمن الرحيم يرضي فيكم وش ما قيل رمت سعاد الشينا وش ما قيل رمت سعاد الدليا من سعاد الصحاء من سعاد إن أكرمكم عند الله في الأطفال سيد ربي اسم قيل غربوا يوم من رسم إن الله ينظر إلا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إيش حب في ذلك يتصوصوا من إنك حاجة بسم الله ربي فاتي سبحان ربي الله أخذ رشيم خالد الجوع حزن سبحان الله والطف من الجوع حزن خطر إذا تبغى زوج تبغى لنا نفسه استفيد العين نفسه استفيد ضربي صريح بس نفس ما قال القرآن الكريم نفس ما قال بس جدا وانت تشتو أنا حاس شو من غدا داخل دي الحلم أنا شتو سيد البغض يرصع أنا نفس ما قال بأذرين الحياة الدول ولكن إيش كنا نتسخن من اللي بعيد على جو بيجون من وين يوبي سيد ربي أنا ذات فوق مسلمين إذا الصيامين حشروا على يوم إذا الذي قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخر فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. إن المريض يصام يوم دهون الذي لوخ الصيام إن الذي يودي والنظر صلى مستعين غادي عبد الله صلى الله عليه وسلم غادي يدعو السلام على أسين والله ما ريغا كي نهضر داك اللي كيعجب لي كاين وزام ويدي حميد ما باش اشي كيدير الناس الصغار يستعملوا سيد ربي الصغار هذه المكيه ما فتيش حقيقه ولكن ترى
نصبر أنا نصبر في هذه المجال أنا أقول مثل مغلى عباد أما كانت صبر في المجال الاقتصادي لا نشتكي فقط نتساف العباد سوزوما ومسلي مغيبة النميمات جلدة الدوغرس هذه قرر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خمسة رمور يفتر الصعب خمسة رمور أكس فضر الصعب لقد يعطي الكلام غسل إلى ثقم إسفحة الذي أعجبه شرار المكان أتسوي مرة ولكن خمسة رمور أكس فضر الذي يكسر الله نكره فنجول فنجول هذه قرر الرسول صلى الله عليه وسلم يكتب ما تشيد بالغسل لك ماذا قصر في الصوت ولكن رمضان كيرو كتب فقط فقام ذي راس فقام ذي فد ولكن رمضان كيرو ما تهدر بالغيبة ما فيه لكن شيء ماشي دائما يخص المولي تمازير ما هو اشتاك دائما شوية مرة في المجتمع ذا اشتاك من ساعة دائما ولكن مسلقها لما زي ولكن لو كان سلقها لما زي الحرامة تقرع ذي ولك دي دا وما كان شيء مزالي للموحد خطر وينك إني ما تهدر ولا يحضر لك كيف كيف الشركة دي لكن أدي قار الغيبة ما تهدر الغيبة ما فيه لكن شيء رمضان كيرو وتفق دار الجمالي فغسل لك نموت شرار المكرة ذا الشبحة لما ذكر لي عشان النميمة ما يتشوي الإنسان في السياسة ضد النميمة ما يتشوي العبد ديون غرويض الذي زرع الفتنة سيد ربادي قار وأصلح ذات بالك أنا قيم الدين ولا تتفرقوا فيه وهو تتصاقم ييف إذ ذول اليوم ويا لتسعون مشهد لأفر أقنار ويوم أدي قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم النميمة ولاية أري فرق دخل قرضاني شمع كل يوزم رأسي التخل المكرة رأسي التخل المسي الرسول صلى الله عليه وسلم أدي قرأ لا يدخل الجنة النم النمج المحل بيش أدي شيء تسر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أدي تكبيل أدي قرأ النظر عن السوق فسر عن ذن النظر عن السوق ما يدنس ذن نفس حبيب دي عبد الله غصب ذلك الجوال مرة سكت حبس كامل ولكن النك الجوال النس حبيب عشان ما يتسبدش الجماد يبقى عشان ما يتس ولكن ذلك لما تسفر في حرام العبد مطلوب في لازم يخسر دي يشدو هذا يزود دي الدروس هذا يخسر النظر هذا بزور هذا يخسر دي بوي وهذا يخسر هذا الجوفري دي سادي يزود شد الدون هذا يخسر دي ولكن ذلك لما تسفر في حرام من بعد شتي فرق في اسم طيب الله لجو إنس جليل من عبد الله رضي الله عنه وعبد الله رسول صلى الله عليه وسلم إنس رسول الله لو وقع بصري على حرام فماذا أفعل؟ قال أصرف بصري إنس من الكلام البصري إنس رسول الله إنس من الكلام يغيد يزري وسوف أفل الحرام إنس كخدمة إنس وخاصنا وخاصنا إذن النظرة سهم المسموم من سهم من النس الرسول صلى الله عليه وسلم يقال اليمين الكاذبة مرئين العبيس إسجل يمين حامث أدقال يمين فاقيت السمسة يمين حامث ما في قبر أفشين دوني يتفكان أدن كل شهر وحد غصب عين عيني غيش في ديون ويقرر وصاد جيت سيس وصاد جيت سيس وصاد جيت سيس حشين نسعد العلاقة بالعيد دوغر حشين نخدم بيني الهان حشين نخدم بالخير حشين نصداد الخير حشين تهضر بالمكيس بيني الهان حشين تصحب قال الغشي ماشي بفرق الفرق حشين تخضر بين يكون سيدة بطة ودي كمان دعوين ملا يرأسوا على غش الحان يويدا ويقر خسد ويكفح نعم رضا ويحرمناش الحان أسس لك نبات إن الإنسان يعني ولكن هنا إنسان الفريعة لأن حقيقة خطر الرسول صلى الله عليه وسلم كده قال إن ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت إن ذا الوحي ويقرم إن ذا اليقين كريتا بالصح إن ذا يتشبه الشك إن ذا الموت أنسى السجن المقدر الكبري ما نضي المرحومة في تخصيص كسار يراجل ذا ألا درمكني من أمكني يقال في مغرى قبل الجنسة كيف كيف وش وش بفرصة الشجن إلى قد يعلم يغلط العبد من الشك كوي زرارا تفع دقيقة إلى ردي ونغرورش وزدي كثيرا نخبوه وزدي تكرا وزدي كثيرا نبريعبي وسن حالة سنكالة سبيل أثي يتفذر من يقال المفعليش يقال صدر من يتقوا يوما ترجعون لكثير من الله ثم توفى كل مسلمات يسلم وهم لا يرمون إذا خزر الحويك الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم أشرط صائم غسل الأقدام غسل الأقدام متشرم مثلا غسل الأقدام متشرم متشرم وسبل المسلم ولكن هذا الكلام يخضعنا جالس وما في شيء مسلم صدقني اللي قالوا شيء صلى الله عليه وسلم إن المسلم أي وذ المسلم بدي نرد من الإسلام لأنه من سوس ومنه من الزكي المسلم من سلم المسلمون من نسائه ويده إن سلم ذوين يسلم يسلم وذي رواية اللي قال من سلم الناس من نسائه ويده خطر ماذا من الإنسان ما الإنسان اللي قال شلال من نصرة ذمة ما كان إنسان إلا من مؤمنون إخوة غصب إذا كل بلد إنسان ذمة من آدم حشين العدل يوم وذي تصور كان بوين مثلا أنا بك في السماء ما تجلس ما تجلس ولا وذي نتسدنا السنة بالبشر من يد الجد غير من يد الدين ولكن العادة فضل عيد يتسنف كان دائما يعيد أي خطب ذلة وذلة نقل آدم إلى قناع فيها كبير إذن الذي قرر رسول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس ومن لسانه ويده إذن من يسيمن يعيد مرة جلسيس أبدو بزيس
خطر إنس أبو ذوس هنشتري تصور ما تروح ذا ما تروح ذا ما يزعبيون الفاير نظم غصب يرسل ضام يشغل أرباس ولكن ده شاف يولا إما هذي أو تشوفه سيس سيفاستيس وإما هذي أساس صرام سنيس يلسيس إذا إنس أبو ذوس ولكن ما لقى نسج من العيلة نفسي أبو ذيسي حمد سيدة عبد الشر أثناء أقيك لحب يحبك سيدة عبد الشر كان يذهب مثلا ذنشتري سيدة عبد الخالق سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يحمي يعني إذا يستجد لوميس العيد إذا يحمي ذم إفكاز السنار دبريد أن ألم ألم لا للعقاب الدوميد أن لا تبجنا أدي قصد فمن تبع هدايا إفتيق دغمنا من المدن تبع مليون دنايا فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة نعم اختبر العبد مثلا أنت شنو مكلف فيما النوع إذا قوم أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديك فإن تحلك إلا نعرف الإكس إدت من مصوصي مرة نرده ولكن ينزل إنزل سيدة ربي في نص ساعة يتفقى روسي ساعة أربي ده شيء خدمة ده شيء خدمة ده سيدة ربي أدب تكار سنين خزر ده شيء خدمة باش أتصر حاج حاسب سيدة ربي سبحانه إنسان يصر ده شيء لا دقيق وي أس حاسب سيدة ربي لا سيدة ربي الخلق تشد فيها ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أي عقب أي يصر ده شيء زعلان يستغرب واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه عسى من هم أي نساء الدين دخل المخل والإزرار أم كانت أم كنت سمرة أسلم النظرة في الغابة أسلم الكهر أخرون أي مليون يقول له في النظرة أخرون ولكن ذلك الذي جد بعد ذلك يديس أدي قاف من انتبع هدايا فلا يضل ولا يشعر أريد سفر أوبري أريد سعيش للشاقين خطر الشاقين أنت سعيش أنت معيش للشاقين الشقار بعيدة من ربي منك بعد ذلك سيد ربي ولا أنت تشغل مليار ولا أنت تشغل في مدينين من دوني ولكن أنت تشغل وزارة غادي جانا تشغل ولكن أنت سعيش للشاقين طنقو تسندرة ولكن دفلك طنقو تعلم قالوا ويكرار ولكن دفلك سيد ربي معزيز سبحانه وتعالى غادي عاد سيد ريسة سوينك حمل يقضى رسول صلى الله عليه وسلم من أحب شيء غير الله يعود إلى وينك حمين كرام وذين سيد ربي في سيسة عدسو اتحمل الشيء في الجلسة ربي الشيء اللي ما يساريبش عدس فريس أدي مثل الفقر استخدم مليار أدي اللي مثل فريس أدي حمي ذا برويس أدي تشب دوني ذا خالد لك برويس ولكن أنا ونينس أشغل دين كرام مرة دي سنة من مرات تسكين دينا أنا شغل برويس مرة على خطر يخضع سيد ربي يخضع مثل سي عيبا مغفر ربيس وزد يا ريب أنك حمي بردين سيد ربي أسلم أسلم بعيدا من جواب من جرمومي دي البلان كيف مثلا إذن وين يغدر أين وغدر وغدر خيقنا وين يغدر خيقنا مثلا وسعر العلاقة يدس وين يغدر بمثل آدم آدم إذن بسعر فما سعبين ولكن إذن بمثل آدم وغدر خيقنا وغدر خيقنا أهذا الشرائق المباركة أهذا سمطوة الوركة ذات الدساء أنا أتمنى تزيب الله فريك سمطوة الوركة ذات الدساء الدساء ولما نجد لمن يتمرى نقص بعمل يرى في يوم ذات ما يوم يبث ما ينسان ذات ما آدم أبدا ولكن وذن دخل خلوية السيدة وذن دخل حواء فقصد الجانب الأيسر من آدم وآدم خلقه من تراب ثم قال له كل في يوم إخوة كلكم من آدم وآدم من تراب إذا قال رسول صلى الله عليه وسلم دخل خلوية السلم زوالون وذن دخل خلوية ودخل طبط السلم زوالون الحياة ولم زوالون وذن دخل رص فرار في الولد وذن دخل خلوية زوالون أما كم دخل قيعة بدن دخل مرة جميع الحوايج من دون الكامل إلى قال السين سيدة ربي سبحانه وتعالى ولكن الذي لم يكن السين لا يزرنا كيف من الشوي السيدة ربي الفاتح فطر يوم سيد جدا لا الحمد لله أشمع إذ دون سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الحمد سيدة ربي الخالق سبحانه وتعالى بأنه رب العالمين يوم سيد جدا لا يوم دي كلام يجس يوم يزبر أدي رزق أوينس ما يقبل دي كلام يوم يزبر أدي دوا كيف مثلا ولكن سيدة ربي ما معزوز سبحانه وتعالى إنه كلهم دي عيتا دي وخلقات دي الغارطين دي ثنان أصغر طلح شغلة أخرى ولكن استغفر كنت أقول لك أنا ما دفنا فترى الرسول صلى الله عليه وسلم يقرب كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون يند الخيار دي العبادة دي قديش العبادة مرات الغارطين يند ولكن الخيار دي شد دي قديش كيف مثلا يقرب سيدة رب الخالق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقرب فاستقيموا إليه واستغفرون سورة فرسلة يقرب فاستقيموا إليه واستغفرون ما دينا فاستقيموا إليه معناه أن النظر استقبايانا في الذي يتوين غير الله أفألوا ألو من الخبالة يتوين غير سيدة ربنا ولكن خزرت سبحان الخالق من سنة يجدك من يقرب واستغفرون على خبر من دينا فاستقيموا إليه ويجزم أن يدفع بريد المستقيم ولا يغطان
يوريز لنا. فمثلا آدم نسوي ذا مشوالو كامل يفردي جنب الغلطين الشهوة النفسية السوغادي لعمل ذي بس الجوالي إذا نكوني مرة نغلط كامل إذا اللي قال فاستقيموا إليهم واستغفروا خطر يصرى بنا أنا فقط دعوتكم حتى شفتوا فعلا يفردوا بنا أنا غلط حاشا غلطان غلط يقال تستغفر إلا كستغفر يقولون لي إذا في المسلمين كان هذا ولا كاي مثلا إذا شد ربي الخالق سبحانه وتعالى يتعالى رمضان بالفرصة الفرصة باش أدر يعفو إيه سيدة ربنا عفوه دي الشهر رمضان أكثر بيني قعفو دي الشهر بيضا خطر لند الشهر الصبر إحارم في اللغين لند يحياء بالمكلة أكتسي لند الحلال دي السحر من باشا إحارمت في اللغة والصبر نيمة إن صبرك نيمة قد ميز من اللي السمع وتعادل حرم قوي المرة أكل أنا نخذ نظيف دي يعفو حاشا الشيء قوي عن ثانا يعني أنا عفوه إن الله لا يغفر ولا يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي مثلا سيد ربما عزوز سبحانه وتعالى بيقال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى هي قنصة ربنا لا يجي فمن حد أتسن خطب أوقف يدي فكر رمضان أن ثوب سيد ربما أن أوقف العمل من دليل يخطب أين المرة كل يقول كامل إلى قد سنة أخرى يقال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الآية يجي فمن حد بصورة طه أدي قصد ربما سبحانه وتعالى أسوب بالتوبة أم في التوبة أنه خلف فبريد النيم الدلمي في العقل أين كن من أنه من خدمة الذلك هذا شنو خلف أن قيع قبال السنة أن ندم أن ندم العميق ويا ولا أن ندم فين نخدم حتى نصرع بريد اليومين ندم الدلف وطولي لك 20 سنة يجب قبل طولي لك وسجي سمينين تتصرف أتوائي فدير شنو دات شدو ما تشوف أي ضغط مصير نغط سكرات مكبافي غط شدو تشكي كان دمين قبايا إذن أتسندب الندم العميق تستخدم كيف وين تدخل وتعهد سيد رب الخالق سبحانه وتعالى وتشو غيبارة قال وين تدخل المدينة الكاية مثل أشتهي ثلاث شروط لجرب سيد رب الخالق ولكن سيد رب ما معه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم هذه قاري دوي الشرط وصار عادة وفد السوق الشرط جرب العباد بالعباد له نعم دغور وفي حقه وفي حق العباد له العباد وتخضع وتهرب وتشتبط وتبرز ديريس وتغيب وتيجي هذا الضيب ومن كل يوم تشوي يسخر ولكن عقل من الحق ولا قرار يوم يغادر إما من يغيب الدنيا وإما يغيب يمر ولكن من حمل لما ليس ديال الحق إلى يوم يغيب ما ليس ديال الدنيا أقبل ديال الله لا خاف دينا ولا جدار ولا دينا الحسنة في سر الصلاة تصاليني تحجيني الزكاة رسوميني الصدقة كي سر الخلص من طيبات دينا العدد الثاني ما يشتكينا لقاسي ربي سبحانه وتعالى إلى الشرطة ويسرعها أسأل لحقوق الغاشين إلى قصر ربما ما نقول لحقوق كربوني من الكلام الناس كربوني في خضعان مغفل في خضعان بس كلام إلى قد الشفر تمسيكي قارب للعبادين من الشفر تمسيكي قارب للعبادين وزيد غربورة يدى خد مجدى وتبدى إذا لك كما يدى أنا أعقل بلي سيد ربي سبحانه وتعالى يتقدر الحق العبد أما لسي عجيب مش عجيب وعرف الناس لكن في خضعات ما عليش أكسب الحق مش سوف يقع على العبد كسب الحق ولكن لا سيد ربي سبحانه وتعالى قال بني دي غلق خلص الإمام إن أكرمكم عند الله الفضل مشي الشيء وابقوا هذا الدريع وما أموالكم ولا أولادكم إلا التي تقربكم عندنا زلفى ولكن أنت قال ظل بس يعفو ظل بس تظل بس اسمح ملك ليعفية في سيد غربورة خطر يكونون سيارة من يقول سيد زمان السنة اليوم السنة اليوم يسمرت تحاول الثلاثة بس عشان سبوع عشان سبوع سنة لك العمل شو تأوي ذلك قلنا هذه السنة هي هذه قمت من الثاني ديني أهل 60 سنة زمان ذات سوق من بقر ذات بيسي ماركة من يريز فإنك خطر الشبريسي يجال حقه يزدخل وزمان ذات سوق السنة الدنيا غسو استخدم بارك ولكن بارك يزمان يقص على الأشياء أتسين غروس أتس أنحن الرحلة من قرى حالة اللي هي عفو باش تفرق مساكي تسير بيني وبيني 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 بيتسين غروين يخلق الله الرواح أدى في التابوة في السلم أكين قضايا أقلي غروس متسوى ذلك صبر وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى روح دي الله جزء سيدنا موسى عليه السلام إناس يا نبي الله إناس ضيع سيد ربي 20 سنة إناس ضيع عرصات 20 سنة إناس يمزل غروس سنة يقضي سبحان الله سيد ربي الخالق يسلي سيدي سبع سماوات إليس يا موسى إليس يسلي وجزني قل لهذا الرجل أطعتنا فأحببنا فبعض نحمي أطعتنا فأحببنا وعصيتنا فأمهلنا وإن عدت إلينا لقبلنا بعض يحمي إليس تغرب عرصة ضياني بكفكرات الطوح إليه ولك إليس ملقنا الزد غربور الحشق بين أرقنا كما يتمثل الإنسان وقت تعالى لياس سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ينادي ناس من عبادي متسيس ثلاثة رحمة ربي ثبث التوبة ثبث الغفران
وين دي سين غرب ولا ماذا سابه ولكن ماذا قلت الشيء اللي قال السيد ربي رب الرحيم أتشكي من ربي يدري ذنيا أشي ما كيد ياس إلا قد سعب هذا كان وذكر القصة وزمير لي ربي ودعوا بغض السيد ربي وقال مستحيل وقال مستحيل أفي الجيب دي الدماء لين دي بيرضي واسم الضيين بل حشر ربي سبحانه وتعالى بصر إيش حيب هذا دي بيرضي بيمد يقول له كنينس يقال السيد ربي بويس وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ثم ما يسرع فقر في ثين صريح إلى كان حدث لمن غير مثل الزين رب الله سبحانه وتعالى أنظر في عظم نفوسه أن كل يوم الناس بس القرار فوق الدنيا كما كان الناس يسلي فوق الدنيا فوق الدنيا فوق الدنيا يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكه ودي الناس فوق الدنيا هي كل رجع الإنسان فيه إذا النبي لا يورث سيدا بأنج ديمن أم غير منه من كل يوم ذي غير منه لثلاثين بوس يعني ذي كسر سيدا بأنج سبع مرة ضعف أن قميص أن قر أن صلب أن قمليل أن غر القرآن الكريم أن ذعو أن حلا وخاصة البوس اللي قبل قبل هذي بلد ليلة القدر سافر الله دو إن شاء الله أن أرجع ربك إذا تصدف أن أن غر القرآن الكريم بس أن ذعو سيدا بأنج الصفر أن ذو ولكن أن حلا لمن هو مخدم له المعاصي قلنا الطيارة بتوبة من الشهر إن كان يغلق سبحانه وتعالى اسم غيبة أنا هدرت فيها أيضا لغد سبقا لي أنا مقر ندير لغد دي سعدي من وين ندير مرمونا أكيد كان عاص الله إن شاء الله سيدة من حالك سبحانه وتعالى هذا يحن هذا يحن أية مثل إذا ملك لهم كل يوم أذي غير ما ليس كل يوم أذي غير وتسنا دارة سيدة وتما غير سيدة مقدي ماني غير ماني غير غير أدوي الإنسان أي قصد الرئيس وأمر أهلك بالصلاة مستجر عليه وأمر أهلك أخاك شنو فهم أمر إذا نشتب عن الإنسان بل إذا نشتب عن مكان كي نخدم مكان وإذا نخدم مكان أن نخدم دون المجتمع يسعى الرحمة دون المجتمع المتماسك دون المجتمع يحلي دون المجتمع يرث الزراعة فهي ماذا أن حقق يبدي الناس إذا رب الخالق سبحانه وتعالى إن للمؤمن من الإخوة وسيد رب الخالق سبحانه وتعالى ما يظهر من أي دماء ليس زاد أغلب يوما سيد رب الخالق من السبع سنوات يقرب ولو كل أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إن لو كان من العباد لو كان سعى السفة التقوى التقوى يجد الدركة يتوت إلى رمضان الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون إذا هذه قروا لو أن أهل القرى عملوا واتقوا إذا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إذا لازم تفتح بالبركة إذا لازم تفتح بالبركة للطعام ويجعل سيد ربي سبحانه وتعالى ذي المؤمن ذي المؤمن سيد ربي نغد يرزق استهناء استخدم مخنا استخدم بيونا أنا عشت الرحمن إلي أنا عشت الجنة الدولي أنا أغير ورشنت اللقاء أرسل فقام بجميع الأهل أرجع ربي للمؤمنين حق الإيمان أرجع ربي بذلك من دخل رسل ربي السيام بالغيام أرجع ربي بذلك من دخل الأعمال الصالحة اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت ومن شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعيش من هديت ولا يهديك بالوحيد تبارك ربنا وتعاليك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.